اليوم الجلسة اليوم المحور الأساس اللي ركزت عليه الجلسة اليوم ومحور ديال الصحراء المغربية والتطورات ديالها، وحنا عادنا التأكيد على الموقف الوطني الحازم والصارم من كل استفزازات أو تجاوزات. المغرب موحد ملكا وحكومة وشعبا، مجتمع مدني، أحزاب سياسية، برلمان، نقابة، الجميع موحد على موقف وطني قوي في الدفاع عن سيادة الوطن. ما يمكنش نسمحوا بأي نوع من التجاوزات ولا الاستفزازات، والحمد لله المغرب حقق انتصارات في هذا المجال، وهو في أرضه، المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها كما قال جلالة الملك. فهذا الشيء لا يمكن أن نتراجع عنه، والحمد لله التعبئة مستمرة، ولاحظنا أن السادة والسيدات البرلمانيين حتى هما معبئين ومتحمسين ومدركين لأهمية القضية وخطورة الظرفية. فكنحييهم وكنحييو جميع الأبناء ديال الصحراء اللي مرابطين في بلدهم، وكنحييو القوات المسلحة الملكية وأجهزة الأمن والدرك الملكي والقوات المساعدة اللي هما مرابطين على الثغور. وشكرا جزيلا. تصور ديالكم حول الحوار الاجتماعي. الحوار الاجتماعي، شوف، دوزنا واحد المجموعة ديال المراحل في الحوار الاجتماعي. صغرات الحكومة انطلاقا من هذوك المفاوضات، صغنا واحد مشروع اتفاق، وهذا المشروع الاتفاق قدرت النقابات في آخر لحظة أنه خصو بقي واحد شوية ديال النقاش، وطلبوا باش يتأجل إلى ما بعد فاتح ماي. احنا الآن بعد فاتح ماي إن شاء الله، بمجرد ما يجعوا النقابة الآن هما في واحد المؤتمر دولي ديال العمل في جنيف، يرجعوا إن شاء الله غادي نعاود نستأنفوا الحوار الاجتماعي، والعرض ديال الحكومة باقي هي موفيه به ورغبه باش تطبقوا ان شاء الله. القطاع الفلاحي هذه السنه الحمد لله فلاحيه ناجحه وجيده بامتياز، وكنحمد الله على الشتاء اللي جاتنا، وكنشكروا الفلاحه اللي مرابطين في الاراضي ديالهم واللي خدامين باش يعطيو واحد المنتوج جيد للمواطنات والمواطنين. الاجراءات اللي كنتخذوها عاده باش ندعموا الفلاح في التسويق راه باقي مستمره، اما عن طريق كنحددوا واحد ثمن مرجعي ديال القمح مثلا، او دعم التخزين، دعم التثمين ديال المنتجات الفلاحيه. الجمارك رفعت الجمارك 135% كما يتم دائما في هذه المرحله باش ندعموا الانتاج الوطني والانتاج ديال الفلاحه. مراقبه الاسواق، هذا الشيء مستمره فيه الحكومه، وبطبيعه الحال اي اختلالات كتظهر راه حنا كنحاولوا نتدخلوا فيها. وكنا طلقنا هذاك الرقم 57 57، وهذا الرقم غير في الاسبوع الاول جاب تقريبا شي 2000 مكالمه، كثير منها كانت اساس ديال حركه ديال عدد من اللجان ديال المراقبه الى عين المكان، وفعلا توبع بعض الاشخاص اما بسبب الاحتكار او بسبب مخالفه القوانين او بغيرها. وهذه العمليه خصها تستمر، وهي تفاعل بين المواطنين وبين الاداره.